كيف تتخلص من ألم الضرس؟ يصيب ألم الأسنان وهي الأضراس ذاتها أو المناطق المحيطة بها، وقد يصيب الفكين، وتختلف طبيعة ألم الأسنان أو الأضراس، فقد تكون مستمرة أحيانا ومتقطعة أحيانا أخرى، وقد يكون الألم حادا أو معتدلا، وقد يظهر بشكل مفاجئ، وتجدر الإشارة إلى أن الشخص قد يشعر بألم الأسنان نتيجة لتناوله الطعام والشراب، وخاصة إذا كان الطعام أو الشراب باردا أو ساخنا. وتزداد حدة ألم الأسنان عند النوم أحيانا، ويصعب في بعض الأحيان تحديد مصدر الألم، وقد يحس المريض بألم في أذنه في حال وجود ألم في الأضراس السفلية، وقد يحس بألم في الجيوب في حالة وجود ألم في الأضراس العلوية. ومن أعراض الألم التي تتطلب مراجعة الطبيب حدوث الألم عند المضغ، أو وجود نزيف دموي أو في المنطقة المحيطة بالضرس، أو الشعور بحساسية في الضرس عند تناول الأطعمة أو الأشربة الباردة والساخنة، وكذلك عند تعرض الضرس لإصابة أو ضربة، أو حدوث انتفاخ في اللثة أو الفك حوالي الضرس. من الخطوات الأساسية لتخفيف ألم الأسنان استخدام المسكنات التي تصرف دون وصفة طبية من الأسيتامينوفين أو الإيبروفين، وعلى أن يتم أخذ هذه المسكنات باتباع التعليمات المرفقة بها. وهناك بعض الوصفات المنزلية التي تعمل على تخفيف ألم الأسنان، ومن الجدير بالذكر أن هذه الوصفات لا تعطى للمرأة الحامل والمرضع إلا بعد استشارة الطبيب، وكذلك يجب تنبيه الشخص إلى احتمالية تفاعل هذه الوصفات مع الأدوية المصروفة للأمراض الأخرى، فتجب استشارة الطبيب كذلك في مثل هذه الحالات. ومن هذه الوصفات ما يلي: المضمضة باستخدام المحلول الملحي أولا، حيث يساعد المحلول الملحي على تخفيف الالتهاب وتسريع شفاء الجروح، كما يساعد على إزالة بقايا الطعام العالقة بين الأسنان، وكذلك فإن المحلول الملحي يعد مادة معقمة طبيعية. ثاني الحلول هو استخدام زيت القرنفل، حيث يوضع زيت القرنفل على قطعة صغيرة من القطن ويتم العض عليها لتخفيف الألم، كما يمكن إضافة القليل من قطرات زيت القرنفل لكأس من الماء واستخدامه كغسول فموي. وقد تم استخدام زيت القرنفل منذ العصور القديمة لعلاج ألم الأسنان والأضرس، وذلك لما له من أثر في تخدير الألم وتخفيف الالتهاب، ويرجع ذلك لاحتوائه على مادة الإيجينول، والتي تعد مادة معقمة طبيعية. ثالث الاستخدامات هو استخدام الثوم، وذلك عن طريق هرسه حتى يصبح كالمعجون، ثم يضاف إليه القليل من الملح ويوضع بعدها على المنطقة المصابة، ويعمل الثوم على تسكين الألم وتقليل فرص حدوث الالتهابات، ويعود ذلك لاحتوائه على مادة الأليسين، والتي تعمل كمضاد حيوي طبيعي، حيث تعمل على قتل البكتيريا التي تتسبب في حدوث الالتهابات. من الاستخدامات أيضا كحلول لألم الضرس هو استخدام الكمادات الباردة، حيث تساعد الكمادات الباردة على تقليل الألم، وذلك لأنها تعمل على تقليص الأوعية الدموية التي توجد في المنطقة المصابة، كما تساعد أيضا على تخفيف الانتفاخ والالتهاب. يمكنك أيضا استخدام أكياس الشاي بالنعناع، حيث توضع في الماء ثم تترك لتبرد، ثم توضع على المنطقة المصابة، أو يتم وضع كيس الشاي لمدة دقيقتين في المجمد ثم يوضع على المنطقة المصابة. يمكنك أيضا استخدام الزعتر أو مستخلص الفانيلا، حيث يتم وضع القليل من الزعتر أو مستخلص الفانيلا على قطعة صغيرة من القطن، ثم توضع على المنطقة المصابة.